أنا كنت أشتغل بالإمارات، كنت شغلي تقريبا 80% من الشغل اللي هو الكلاسيك يعني. فجتني الفكرة إنه هذا لما أنا أروح على البلد هنا لازم أعمل السيارة هذه، وعملتها. جيت طبعا هنا أول ما بلشت أجيب الأجزاء والشغلات يعني اللي هي المطلوبة إلها، وشوية شوية استغرقت معي تقريبا سنتين أو سنة وثمان شهور معي قاعدة فترة، شوية شوية لا خلصت. Thank you.